transition énergétique avec l'hydrogène vert. Et nous devons nous rappeler ce qu'a dit Nelson Mandela, qui nous a dit qu'un analphabétisme d'à peine 10%, beaucoup de réalisations ont été faites. Il faut agir rapidement pour éviter... Les guerres qui ont eu lieu, alors souvenez-vous d'une chose, avec l'Inde par exemple, ils ont eu 30% de moins. تملك الجزائر مقومات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول في صناعة الهيدروجين، وخاصة توافر مصادر الغاز الطبيعي لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق، والذي يعد مهما على المديين القصير والمتوسط، حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية وجدوى اقتصادية عالية. إن التوجه نحو انتقال طاقوي مستدام أصبح اليوم أكثر من ضرورة، تم لذلك التغيرات العالمية، سواء من حيث التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا أو بسبب التغيرات المناخية. لهذا فإن الانتقال الطاقوي يتجه نحو نموذج جديد يتماشى أكثر فأكثر مع طبيعة تحديات المستقبل ومع مقوماتنا الطبيعية وثرواتنا التي تسخر بها بلادنا. ويبقى على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال التركيز على التكوين وتوفير القدرات البشرية المؤهلة وتزويدها بالمهارات التطبيقية والأدوات التكنولوجية المناسبة التي تمكنها من التحكم في التكنولوجيا وتحسين الحوكمة وتطوير أساليب العمل وتوظيف نتائج البحث والتطوير والابتكار لتحقيق إنتاج محلي مستدام من أجل الوصول بالطاقة إلى تزايد نموها واستعمالها. في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم وتهافت الدول للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أمن طاقوي غذائي مائي، يتوجب علينا الانخراط في مسعى الجديد ورفع كل التحديات التي تواجهنا عن طريق الانتقال السلس إلى اقتصاد الهيدروجين باعتماد سياسات استباقية ومتكاملة لإدارة الموارد الطبيعية على النحو الأكثر استدامة وبتخطيط محكم.